هدفنا هذا الموسم أن ننافس على جميع البطولات المحلية ودوري أبطال آسيا. خروجنا من دوري أبطال آسيا سيجعلنا نركز أكثر على الدوري بإذن الله. التعويض سيبدأ من كأس ولي العهد، لأن بعد كأس ولي العهد سيكون كأس الملك اسم غالي علينا وهو من أهم أولوي. نشوفكم الموسم الجاي يا أخوان. المؤشر مؤشر عدب يا أخي العب زين يا أخي، وسط اللعب البايخ يا أخي. وهم مكانك كان الحين أنا جبتها يا الله، وسط اللاعب البطيء المترهل بالله، هذه نقزة حارس يا شيخ طيب. يا حبيبي تراك أشغلت أن أنت جسمك الكرسوني هذا، لو أقول لك قم جيب موي جاك صفايق. زي ما وصيتك يا إبراهيم، تابع مع المدرس زين. طيب خذ هذا مصروفك يلا، ولا صح بدل السكن شالو، بدل خطر شالو. لحظة لحظة قولوا، بدل الندرة شالو. وين باقي حق أمس؟ الله يسلمك ويطول عمرك ويحييك. أنت عارف أن الفترة اللي ما بين راتب رمضان والراتب اللي عقبه طويلة شوي، والواحد ما حسبها صح وقصرت علينا بعض الدراهم، ولا يتحمل مسؤولية ترى 100%. عشان كذا تراي ما أستحي أني أطلب منك سلف، خصوصا أنه باقي معك من العيديات شوي. وش رايك؟ ما أقدر آسف. السلام عليكم. سلام يا اهلا، كيف حال شيخ ابراهيم؟ حياك الله حبيبي، احنا والله تابعك سناب. يا حبيبي شرف لي والله. الله يحرك الله. شيخ انا ولها عندنا منتجات، اسر منتجه ما شاء الله جميل. ايه وعندنا تكفى منتج هذا، ودنا يعني تسوي لنا اعلان وكذا. تستاهل والله، بس وش للمنتج؟ احنا عندنا طال عمرك هذا الساندويتش مخصوص، داخله جبن بلغاري مخصوص. بلغاري؟ اي، وكل ساندويتش عند فيها ربطه مخصوصه. جميل جدا. وكم ما شاء الله سعره؟ هذه الحبه الواحده 45 ريال. كم قلت لي؟ 45 واحده. انا معي جالكسي، تبادل راس براس. ما تزودنا يا شيخ؟ وازود بعد؟ خلي مع السلامه اخوي. مع السلامه، الله يحفظك ويرزقك. وين دعم الشباب السعودي والمشاريع الخلاقه؟ هلا ابو نواف. هلا ابو قفله. عندي طلب وطالبك ما تردني. كلش الا السلف. تكفى يا ابو نواف، تكفى طالبك. شفت تراك متسلف مني 2005 في راتب برج الجدي، وقلت برجع لك اياها في الدلو وسحبت عليه، ثم قلت برجعها في الحوت ومشيتها لك، ثم قلت برجعها في الحمل، قلت يلا لين يولد لين تفرج اموره. الحين عاد خلاص، عاد هالمره وعد في راتب الثور وهي عندك. والله انا الثور اذا بصدقك. سم يبا، انا بقول لك شيء بصراحه عشان تتصرف. انا شفت اخوي ابراهيم اليوم على جواله يناظر فيلم اباحي. ايش؟ بس الامانه كان بدون موسيقى. الموضوع يا ابو قفله فيه شبهة جنائية، ولا كيف تصدم 11 شخص في وقت واحد؟ والله يا طويل العمر، مثل ما قلت لك السيارة وهجت بي. أيوة المشكلة يوم هج بي الموتر، على يميني واحد وعلى يساري 10، وين تبيني أروح؟ أكيد بتروح للواحد. البلاء أن الواحد ابن انحاش وراح لهم. وكما يقول عالم النفس الشهير رحيم لحيانوف، أن العقل يحفزه الخيال، فلذلك طرح الأسئلة الخيالية ككون الأرض تكون مربعة الشكل وليست كروية الشكل، أو أن الجاذبية تتجه إلى الأعلى بدل الأسفل، هذه الأسئلة الخيالية مما يحفز على التفكير. والله يا فريد كلام الكاتب هذا صحيح. عاد تخيل معي وانت قاعد تنتظر 2017 يجيك 2016 إس. تن ترلالن تن تن واحنا طالبين القرب ولنا الشرف، والولد ما شاء الله بندر تميز بالذكاء والفطنة والدهاء والأخلاق، طالع على أبيه وجده. خلصت؟ على العموم البنت وعندها شرط، تبي تسكن لحالها. حلوة ذي، أنا وين أسكن؟ ما شاء الله به طرفة على أبيه وجده. تفضحني، يقصد أنت وياه في حالكم. تم، خذ العلم من الآخر، البنت تبي تكمل دراستها حقها، خلها تذاكر وتدرس، حنا بنمشي الحين وبنجيكم إن شاء الله عقب العشاء. يلا يا شيخ، تسمح لي بسؤال الله يثيبك؟ سم تفضل. هذا الحين يا شيخ الولد لا رضع من أمه 5 رضعات تصير أمه برضاعة؟ طلت من وظيفتي، صحابي سابوني، أهلي رفعوا يدهم عني، وأنا اليوم بحمد الله بعد سنوات من الصبر والعمل الجاد أدير 3 جروبات واتساب.
صباح الخير ابو طلال. لا بالنسبه للاجازه ما بدك تفتح الاجي افتح وجهك الحين. سلام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج 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 اخرج. ها بشر يا شيخ. لا اموره زينه بس كملوا على الزيت اللي اعطيتكم اياه من اول وتضبط الامور. جزاك الله خير. طيب تفضل هذه 100 ريال. اي بس ترى الحساب من اليوم 110. افا ليه؟ ضريبه القيمه المضافه. هو ضريبه القيمه المضافه 5% يعني 105. 5% لي و5% للجني. اخ كذاب يا عيني كذاب. سخن المويه ولا اكثر بس باجي بعد شوي. وحش يا ابو نواف وحش. اجل ايش تبين اغسل الصحون بمويه بارده؟ احسن الله عزاكم وعظم الله هجركم يا ابو فرج. الله يغفر له ويرحمه. امين. جزاك الله خير جزاك الله خير. ما ادري ابو فرج الفقيد وشلون مات. والله وانا اخوك صارت بينه وبين واحد مشكله فطلق عليه طلقه وجت فوق حاجبه. لا اله الا الله يا رجال. الحمد لله ما جت بعينه. الله لا يريكم مكروه. الله يجعلها ان شاء الله اخر الاحزان. الله يحييك يا ابو قفله. يا مرحبا يا مرحبا. طيب الله بارك يا ابو البراء. بصراحه انا تعبت من الدشره والكلام الفاضي ودي كذا اتوب واصير مطوع. ما شاء الله جميل. الله يثبتنا وياك. بس لازم تحدد سلفي جهادي سلاحي اخواني تبليغي تنويري جامي نبرو جامي. طيب ما فيه مطوع ساده. والحقيقة إخوتي أخواتي أن من يطرحون مثل هذه الأطروحات هم خبثاء جهلاء عملاء حكماء نبلاء شرفاء. سم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا الشيخ عبد الحميد وبكالة. شيخ بقالة؟ بكالة بكالة. طيب صليت الاستكارة 500 مرة وعلمت أنك مسحور. أنا مسحور؟ نعم. حول لي 5000 ريال وأفك السحر عنك. تبي 5000 ريال وتفك عني السحر؟ نعم ولوجه الله. طيب اسمع يا شيخ بقالة ورا ما تعطينا 2005 وتسحرا. ها وش طبخين اليوم على الفطور؟ أبد لا أشوفك بالمطبخ تدور سروال وفنيلة تفك القدور. تسألنا منفس وش وضع الفطور تجي والتنقاد علينا تثور. أبد لا أشوفك بالمطبخ تدور سروال وفنيلة تفك القدور. تسألنا منفس وش وضع الفطور تجي والتنقاد علينا تثور. وأقول لك بترضى والله العظيم أنا جاي أساعدكم. بحث خادم الحرمين الشريفين الملك حماد سعد يا طارق يا عبد الله يا عبد الرحمن. سم ايش فيك ما ترد؟ والله ما ادري يبا اسمي ما طلع في التشكيله. انا صراحه يا جماعه كلش مستغرب من هالناس هذول اللي برمضان ييك وجهه معكف كذي ما له خلق احد ومن اجحد شي قال لك يا اخوي فكني ترى انا صايم. اي واذا صايم يا الصيام صار الحين مصيبة هو مصيبة مالك خلق أحد ورافع خشمك. بالعكس الصيام يجدد نشاطك يخلي معدتك ترتاح جسمك يرتاح مخك المصدي هذا يرتاح. الصيام هدوء وناسة ابتسامة أجر. وإذا يتحجدك لو أكون أهوي أنا صايم ترى مالك خلص معلي أنا وصلني. وإذا وصلني نزلها يا أخوي عادي ترى عادي. سيارتي قيد
ضد الجبال ضد الحجر سيارتي تمشي وسط الرمال الجارية سيارتي جاي ضد الجبال ضد الحجر سيارتي تمشي